نعم محمود، هو واقع جديد ربما يتم فرضه بعد ساعات من الآن بعد إعلان الجانب الروسي بضمه بعض من الأراضي الأوكرانية، وتحديدا ما يقارب 15% من المساحات الأوكرانية. الجانب الأوكراني ووفقا لما ذكره قبل قليل مكتب الرئيس الأوكراني بأن الرئيس عقد اجتماعا مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وقال مكتب الرئيس بأنه تم أخذ إجراءات لتحرير أو الرد على ما يصفه بالأراضي المحتلة أو وضع خطة قصيرة المدى لبحث الخطوات المترقبة. تأتي هذه الظروف أيضا مع تصاعد وتيرة الأعمال القتالية سواء على الجبهات الجنوبية أو على الجبهات الشرقية، تحديدا في الجبهات الجنوبية وبعد القصف الصباحي الذي طال مدينة زاباروجا ارتفعت حصيلة القتلى لتصل لما يقارب 25 شخصا وإصابة 66 شخصا آخرين وفقا لما ذكرته الإدارة المحلية في هذه المدينة. كذلك أيضا في الجنوب مدينة ميكولايف تعرضت لعدة هجمات صاروخية، وكذلك أيضا مدينة أوديسا تعرضت لعدة هجمات صاروخية في الجنوب. أيضا لا يمكن الحديث عن الجنوب ولا يمكن الحديث عن الجنوب وترك الشرق، حيث تشتعل هنالك معارك. الجيش الأوكراني يقول أنه حاصر قرابة 5000 جندي روسي في منطقة ليمان، وتدور لحد هذه اللحظة معارك عنيفة بين الطرفين. الوسائل الإعلامية الأوكرانية تؤكد انسحاب القوات الروسية وتراجعها إلى ما بعد مناطق ليمان، أي بعد الحدود الإدارية لمقاطعة دونيتسك، وتحديدا نحن نتحدث عن ليمان، هذه المنطقة الاستراتيجية التي تشابه باستراتيجيتها مدينة أزيوم التي استعاد سيطرتها الجانب الأوكراني. هذه المنطقة ليمان تقع في محيط مدينة كراماتورسك التي أيضا تعرضت لعدة هجمات صاروخية، وتقع أيضا في محيط مدينة بخمود وسويدار وإفديفكا، إذ يحاول الجيش الروسي التقدم في هذه المناطق لربما لبسط سيطرته على كامل حدود مدينة على كامل حدود مقاطعة دونيتسك. لكن الواقع الميداني على ما يبدو بأنه يعكس مدى فعالية الأيام القادمة، وربما يشكل مرحلة جديدة في الصراع الأوكراني الروسي أو في الحرب على أوكرانيا. وضع الميداني ينذر بكثير من التوتر. نعم عامر، وفق مراقبين هذا الوضع وهذه المرحلة مرحلة تستنزف أوكرانيا، ولا ينظر عليها إلا أنها أكثر ليست أكثر من استنزاف أيضا مع القوات الروسية. هل يوجد ما تراهن عليه كييف لتغيير النتائج الحاصلة على الأرض؟ بالفعل صلاح، الجانب الأوكراني يريد الكثير حسب ما يقول مسؤولون، وخاصة وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف بعدما اتصل بنظيره الأمريكي وقال بأنه يجب تزويد أوكرانيا بمزيد من السلاح لصد أو لتحرير المناطق المحتلة كمناطق زاباروجيا وخرسون ولوهانسك ودنيتسك. أيضا كانت هنالك زيارة سرية قام بها وزير الدفاع البريطاني والتقى خلالها نظيره الأوكراني قبل عدة أيام، وقال بأن بريطانيا ستبقى تساعد الجانب الأوكراني في مدها بالسلاح من أجل استعادة كافة أراضيها المعترف بها على حدود عام 1991، أي بعدما انفصلت أو استقلت عن الاتحاد السوفيتي. لكن على ما يبدو بأن الجانب الأوكراني ربما ومنذ إعلان الاستفتاء لا يكترث كثيرا لهذه الاستفتاءات، ويعتبر كل الأراضي الأوكرانية ومما فيها شبه جزيرة القرم هي أراضي أوكرانية ويجب استعدادها. لكن الجميع تتجه أنظاره إلى ما سوف تؤول إليه الأمور بعد اعتبار هذه الأراضي أراضي أوكرانية وربما يتم استهدافها من الجانب الأوكراني، وكيف سوف يكون الرد الروسي على هذا الاستهداف، وكيف سيكون الرد الجانب الأوكراني أيضا على هذا الضم. الجميع تذهب أنظاره إلى ما سوف تؤول إليه الأمور بعد إعلان هذه
المناطق بانضمامها، وليصعب صراحة التكهن بما مدى خطورة الموضوع أو كيف سوف يكون الرد من كلا الطرفين من الجانب الأوكراني ومن الجانب الروسي. لكن هنالك ما ربما يكون هنالك نوع من الأمل لدى مراقبون، خاصة وأن الإعلان من قبل الجانب الروسي يقول بأن الأراضي التي سوف يتم ضمها هي على حدود عام 2014، أي ما هذا ينذر بشيء جديد، أي أن المناطق مثل مناطق لوهانسك ودونيتسك لن تكون بكامل حدودها الإدارية مع الجانب الروسي، وكذلك إعلان استقلال منطقة خيرسون وزاباروجيا وعدم انضمامهم إلى روسيا ربما تؤول إليه الأمور أو تفتح بابا للمفاوضات، أو ربما يتم في النهاية تجميد هذا الصراع على حدود عام 2014.